مجددا على هو امواج اف ام، وصلنا معكم لبرنامجكم اللي بخص ابراجكم. فخلونا نعرف اليوم كيف مكمل معنا نهايه الاسبوع الخميس 10. بيسعد لي صباحك معي على التليفون مباشره السيده فريال ابراهيم. يا صباح النور. يا صباح النور، يسعد صباحك، يا اهلا وسهلا. صباح الخير. اليوم الشمس بعد مرافقتنا من برج الاسد والقمر موجود ببرج الجوزاء. تماما. شو الاخبار؟ لطيفة للأجواء للأبراج الهوائية؟ طبعا الجوزاء هوائي، القمر عنده عم يعطي طاقة كتير حلوة، بلشت الانفرادات تصير أحسن. مع أنه الأبراج الهوائية وخصوصا الجوزاء عنده ضغط مو طبيعي، واقع بين أكثر من شغلة، خلاف عائلي، عم يشوف أغلاط ما عم يحسن يحلها، يعني ضغط من كل الجهات للجوزاء تحديدا. بس اليوم القمر عنده فعم يعطيه شوية طاقة زيادة، عم يخليه يقاوم ظروف العمل ممكن تصيبه. بشكل عام طبعا حركة كواكب كوكب عطارد إلى جانب إلى جانب كوكب المريخ في برج العذراء، يعني يصير لهم فترة، بدهم فترة حتى ينتقلوا أو يصير في تغيير. الزهرة الزهرة عم يتراجع في برج الأسد، يعني في برج ناري، انفراجات بلشت تصير احسن على الابراج الناريه واللي هي الحمل، قوس بس والاسد. بس يا عزيزتي انا عم اقول انه كانه الابراج الناريه لازم ينتبهوا، عندهم حسم قصه عاطفيه، فينتبهوا كثير، اللي عنده جو عائلي مشحون، اللي عنده علاقه، اللي عنده لازم ينتبهوا. طيب خلينا تمام، الأمور احسن رايقه. طيب خلينا ناخذ فاصل ونرجع منبلش مع الحمل. يلا تفضلي، اول برج الحمل شو بتخبريه؟ منصب على برج الحمل بنقول له يسعد صباحك، اليوم عندك كثير انفراجات من الصباح، عندك راحه نفسيه بكل شيء، عم تخلص امورك يمكن كانت شوي صعبه عليك، عم تلاقي حلول لمسائل يمكن كانت مفصلتك ومأخرتك او مبطئه خطواتك، فالامور ان شاء الله يا رب منيحه. بس بتمنى يكون هالمرونه اللي عندك او الطاقه اللي عم يعطيك اياها وجود القمر عندك، يعني تستغلها لشيء كثير منيح، خليك هادي بالرواق، تمشي امورك مثل ما بدك واحسن. صباح الخير يا برج الثور، اليوم الثور مشغول بالميزانيه، صار له فتره يعني يومين ثلاثه هو شيء شاغله، عنده بيع، عنده شراء، عنده ناطر مبلغ، ناطر يخلص من وعد يتحقق له، ايا كان ان شاء الله الامور كثير منيحه. بس بتمنى كثير من الثور ينتبه على حاله، وإذا أجيتك ولا بد هيدي الرزقة اللي انت ناصرها أو هاي الانفراجات تكون حاسب حساب الأيام اللي جاي، ممكن تكون في عثر بوجود المال بإيدك يا ثور، وانت فعلا بتصير معك كثير، يعني يوم معك عشرة ما معك، فانتبه على الناحية يا ثور. برج الجوزاء، صباح الخير يا برج الجوزاء، اليوم مثل ما حكينا القمر عنده الأمور بخير إن شاء الله، عنده قدرة أنه من أكثر من شغلة، واقع بجو عائلي مشحون، عم يشوف غلط وعم يتغاضى عنه، بس هو كأنه هو عم يتحاسب على التغاضي اللي عم يتغاضى عنه، فالأمور بشكل عام مشتركة يا جوزاء، بس قادر تطلع منها وإن شاء الله الأمور يا رب تكون بخير. برج السرطان، صباح الخير السرطان، اليوم أنت مزاج شوي، حالتك النفسية مو منيحة، كأنه هيك عندك سوء ظن أو ميمانة كثير منيحة، فحاول كثير، بتمنى انك هيك تكون حسن النية، تاخذ الامور ببساطة، ما تعطيها اكثر من حجمها، وان شاء الله الامور بخير. برج الاسد، صباح الخير يا برج الاسد، اليوم عندك اخبار حلوة خصوصا عاطفية، او بتخلص من قضية عاطفية، او بتصلح شيء يمكن تعتبره انت غلط، او هفوة، او سوء تفاهم، او تقصير، او عدم اهتمام، ايا كان من النوع، اليوم بيتساوى الامور، تتوضح الامور، وكأنك تبرير تقبله أو أنت بتبرر والاعتذار بيكون مقبول. رجل عزراء، صباح الخير يا عزراء، اليوم ضغط شغل، انتبه من ألفاظك على موقف يمكن حدا بيستفزك أو بيستقصد أنه يستفزك، اليوم برج العزراء معرض أنه يكون هيك حدا واقف له بالنقد، اتهام، كلام، أيا كان بتمنى العزراء يكون كثير رايق وحاسب حساب هالموضوع وينتبه من ألفاظه ومن ردة فعله طبعا بالكلام،
بتكون كثير منيحه يا عدل، فبتمنى تنتبه على هالموضوع. برج الميزان، صباح الخير يا برج الميزان. الامور كثير منيحه اليوم، اخذ كثير حصه من وجود القمر ببرج هوائي وهي الجوزاء، فانت اليوم مرن اكثر، لطيف اكثر، لبق اكثر، عم تتحمل يمكن تاجيل او تسويف، مع ذلك عم تاخذ الامور ببساطه، فاليوم انا بعتبره للميزان يوم ايجابي. برج العقرب، صباح الخير يا عقرب. يعني محلنا نخبرك خبر حلو، اليوم عندك اخبار حلوه ان شاء الله، عوده اتصال علاقات، عوده يعني كان في عندك مساندي مساعدي دعم من حدا كثير بتحبه او به سمعك كلام انه انت مهم كثير في حياته، فانت بتاخذ لهي الامور هيدي بتعطيك شحنه معنويه تقوي لك روحك وتقوي لك طاقه الموجوده يعني، فكثير اليوم منيح للعقل. برج القوس، صباح الخير يا قوس. اليوم بتمنى كثير تبعد عن العناد وعن المشاحنه، كانك اليوم فعلا في عندك بنحكم عليك او بنفرض عليك موقف، ممكن يكون بالشغل او ضمن البيت ضمن العائله ضمن حدا هيك انت وحدا بتحبه، فانتبه كثير على رده فعلك، فاليوم حدا فعلا بيستقطبك انه يطلع اسوء ما عندك وانت مزاجك ما انه رايق، كانه عندك شيء شاغل بالك، يمكن قضيه تخص حدا من الاولاد او الاخوه، يعني بشكل عام بتخص حدا كثير بتمه. برج الجدي، صباح الخير يا جدي. اليوم مشغول مضغوط، انت ما بيزعلك بالعكس بتحب شغلك كثير وبتحب يكون عندك شغل، انت مرتب ومنظم مثل عادي بس دايق نفسك، مع ذلك عم تحس اليوم بالوحده او عم تشتغل لحدا ما عم يبين فيه او عم تقدم اكثر ما له مطلوب، مع ذلك حدا عم يعترف لك بتعبك، اهدى شوي وما كثير تكون ظالم بحكم على الطرف الثاني، منتبه على بيتك يا عزيزي الجدي، ما تزعل حدا ما تزعل المحيط، الكلمة الحلوة أيام بتمرق يمكن أكثر من موقف أو موقف ممكن تتجاوزه بكلمة حلوة تكون كثير منيحة. دلو، صباح الخير يا دلو. اليوم أحسن بكثير، اليوم أنت عم تشرح كأنك عم تحاضر بالموجودين، عم تحاضر بالمحيط اللي حولك، شيء عم معنويا وممكن يكون مادي، وعد يتحقق لك أو بساير خير من بعيد تجيك وتوصلك، كثير الأمور بخير لبرج الدلو. آخر الأبراج هو برج الحوت. اليوم الحوت في حدا أو بحس شيء أو أمر أو ظرف دخيل على حياته يومية، حساس اليوم من هالدخيل، مانك مرتاح، لا تعطي قرار يا حوت اليوم ولا تحسن قصة وأنت بالنفسية تعبان، فأنت نفسيتك فعلا من الصبح تعبان، عندك ضجر وحاس بحالك أنه مانك تحكي مع حدا أو تتقبل حكي من حدا. شوية رواق شوية هدوء يا جماعة، نتمنى الهدوء إن شاء الله وراحة البال لكل الأبراج ولكل عم يسمعنا. نحن كمان نتمنى لك راحة البال ونتمنى لك الأخبار الحلوة وعطلة سعيدة مع العيلة، وتسبقي بألف خير ست فريال إبراهيم. يسعد لي صباحك، يهلا بيك. باي باي. شكرا لوجودكم معنا أصدقائنا وعائلتنا الصباحية، تبقوا بألف خير، عطلة حلوة للكل، باي باي. أمواج FM.